نفس الناس اللي تتفرج على 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 الجمال في نادي الزمالك وعلى الديمقراطيه الجمال في نادي الزمالك وعلى الديمقراطيه وعلى اعضاء النادي اللي بيحبوا النادي. الاف مؤلفه الاف مؤلفه. يعني احنا كان زمان في الجمعيه العموميه يلموا حوالي 200 فرد ولا كده ويقول لك ايه ده الجمعيه لم تكتمل. وبعدين في الحاله دي مجلس الاداره بياخد صلاحيات الجمعيه العموميه. الجمعيه لم تكتمل ومجلس الاداره ياخد الصلاحيه بتاعه الجمعيه العموميه. الناس كلها بتعمل كده. هنا بصراحه ربنا اهو الشيخ مرتضى يعني للتاريخ للتاريخ بيدعو الجمعيه العموميه هو اللي بيدعوهم ويصمم ان هم يجوا واكبر عدد ممكن ليه عشان يقولوا رايهم. يقولوا رايهم في النادي وانشاءات النادي وميزانيه النادي. نادي الزمالك جمعيه عموميه محترمه جدا. قد ايه هي الترمومتر حقيقي ونبض حقيقي لمدى المجهود اللي بيعمله مجلس الاداره. بتقف معاك لما بتكون حاسه ان انت عايز تعمل حاجه لناديها، بتقف معاك لما تكون حاسه ان انت تعبان عشان خاطر ترضيهم وتفرحهم بناديهم، بتقف معاك لما تكون عايزه تعمل نادي ليهم بيفتخروا بيه. الحمد لله لما الاقي الاعضاء النادي عايزين يشتركوا في عضويه نادي الزمالك بالاعداد دي، لما الاقي ان اعضاء اللي كانوا سايبين نادي الزمالك وهجروه رجعوا تاني لنادي الزمالك وبيجددوا عضويتهم، لما اقول ان في عضوات كانت بتسقط بيتحايلوا علينا عشان نرجع لهم العضويه علشان خاطر ولادهم يقعدوا في الجو الصحي الامن اللي فيه استقرار اللي فيه تطوير كامل في كل المنشآت، يبقى دي حاجه تحسب لمجلس اداره والمستشار مرتضى منصور ومجلس ادارته. الواحد سعد النهارده بيشوف اغلبيه الاعضاء جم من النهارده كلهم، بس ارجو ان هم يجوا عشان خاطر يساعدوا في مسيره النادي ويقفوا مع النادي. ما بلقاش نيجي بس غير بنا في دفع الاشتراك ونيجي يوم في السنة ولا سنتين، لازم يكون متواجدين ويكون في مشاركة وجدانية ما بين الأعضاء وما بين مجلس الإدارة وكل واحدة في تحقيق ما يجعل نادي الزمالك في المقدمة دائما إن شاء الله. إلى جديد في جمعية العمومية مجلس إدارة نادي الزمالك من 3 سنين، أعضاء الجمعية النهاردة بيأكدوا حضورهم 3 سنين اللي فاتوا نفس القصة. دي حاجة طبعا مشرفة ومش غريبة على أعضاء الجمعية العمومية في نادي الزمالك إن هم يلتفوا حوالين مجلس إدارة نادي الزمالك وحوالين ناديهم ويجوا يشوفوا ناديهم ويناقشوا الميزانية بتاعتهم ويصوتوا عليها. أعتقد ده حاجة مميزة جدا يمكن ما كانتش موجودة السنين اللي فاتت. يمكن الفترة دي الحمد لله مجلس الإدارة حرص على إن الجمعية العمومية دايما تكتمل ودايما الأعضاء ييجوا ودايما يحضروا. أعتقد دي حاجة مميزة جدا. مجلس المستشار مرتضى منصور دخل التاريخ، دخل التاريخ بالإنجازات بالمشروعات بالنادي الزمالك. الأول مرة في تاريخه يرتدي حلة جديدة، يرتدي ثوب جديد. نادي الزمالك دلوقتي هو واحد من أجمل وأروع الأندية في العالم بمنشآته بحدائقه بمشروعاته بحمامات سباحته بالجمع الكبير اللي عمله المستشار مرتضى منصور بالشكل الجديد الموجود في النادي. نادي الزمالك الآن يعيش ثورة إنشائية تجعله واحد من أروع وأجمل الأندية في العالم. بصراحة يوم جميل والأعضاء موجودين بصورة جميلة جدا وحاجة حاجة حاجة جميلة جدا في وجود النادي ده. بصراحة نادي يتغير تماما 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 بقى صرح عملاق، يعني منشآت اجتماعية وملاعب وحمامات سباحة على أعلى مستوى. النادي بتاعنا بقى حاجة جديدة، ثورة إنشائية ما شفناهاش في النادي من يوم ما دخلناه من 30 سنة. فإحنا النهاردة بنأيد مجلس الإدارة وبنشكره على إنجازاته الإنشائية. لازم يبقى فيه لازم في مشاركة مشاركة فعلية لأي حاجة بتتعمل. شايف نادي الزمالك ازاي ان شاء الله؟ لا طبعا طبعا ادي حاجة تفرح. احنا طبعا قلبا وقالبا مع سيادة المستشار، لان انا اعتقد ان هنا مفيش سلبيات في نادي الزمالك. ايجابيات بقالنا من اكتر من 4 سنين كلها ايجابيات بمنتهى الامانة، سواء اجتماعي او على المستوى الكرة كرة القدم او جميع الانشطة في الـ في الـ في, الـ في النادي. فسيادة المستشار احنا وراه في اي حاجة في اي قرار لان احنا بنثق فيه. القرارات سليمة، وبعدين رفع العضوية ده شيء طبيعي والمفروض اكتر من كده، يعني رفعت ل 100 المفروض اكتر من كده، لان الانشاءات اللي اتعملت في النادي يعني لو عايز 140 150 تزيد اكتر، لان الانديه الثانيه اكتر من كده، الاهلي والجزيره والصيد ونادي الزمالك نادي اوروبي. بالنسبه لانسحاب الدوري طبعا مش هينفع كلمه انسحاب الدوري لان مرتبطه بعمليات تجاريه واعلاميه واعلانيه وكده، بس الزمالك اثبت موقف ويا ريت يطلع بيان من اتحاد الكوره ولجنه الحكام بالاعتذار الرسمي لنادي الزمالك جماهير اداره ومشجعين ولاعيبه. لازم اعتذار رسمي
من لجنة الحكام. أنا بعتقد النهاردة الوصول لعدد حوالي 10,000 عضو يحضروا جمعية عمومية، ده يعتبر من أكبر الجمعيات العمومية على تاريخ مصر السنوية. يعني في انتخابات بتشوفها في أندية كتير ما بيوصلش فيها ربع العدد أو نص العدد دوت. وطبعا قرارات الجمعية العمومية النهاردة كلها قرارات قوية وقرارات ممتازة، خاصة إن استكمال الدوري لنادي الزمالك نادي كبير ولا يليق بيه ان هو ينسحب من بطوله الدوري العام. انا اؤيد قرارات الجمعيه العموميه بالكامل، بس كان ليا عتاب على المستشار مرتضى منصور ان كان المفروض في استحاله في اعاده ماتش مصر المقاصه، فكنت بطالبه ان هو يطالب اتحاد الكره لاعب زي احمد سامي ما يستحقش ان هو يكمل الماتشات لاخر الموسم، لان هو استفاد من خطا من بطريقه غير مشروعه وافاد النادي بتاعه، فلازم النادي بتاعه يتحرم، وده اقل حاجه ممكن نقدر ناخد بيها حقنا. هي بالنسبه لقرارات الجمعيه العموميه طبعا بعضها قرارات ايجابيه. بالنسبه لموضوع العضويه، طبعا العضويه الاستثنائيه دي يعني اعتقد ان هي محتاجه دراسه تاني ومحتاجه ان القيمه تعلى عن كده، عشان بحيث يبقى الفرق ما بينها وما بين العضويه العاديه المفروض يكون متقارب الى حد ما، ما يبقاش فرق كبير قوي لدرجه ان دي ضعفها او ثلاث اضعافها او اكثر من ذلك. بالنسبه لقرار استكمال الدوري العام، طبعا ده قرار صائب وقرار صحيح، لان وارد في كره القدم الاخطاء الحكام طالما انها ليس فيها شبهه تعمد، في دي هذا الامر وارد، الاخطاء وارده، ولكن الزمالك ينقصه في هذا القرار الايجابي باستكمال الدوري صدور قرار او صدور اعتذار من لجنه الحكام بالاعتذار لنادي الزمالك عن هذا الخطا الغير مقصود من حكم المباراه.